اركب يا محمد، اركب يا محمد. موال سو جو بايا خالد، سو جو بايا تطلع خالد سك زي الناس سك. الله يستر. الشرطه كفت. طبعا ركبنا الحين عطاوة تاكسي حياه سعيده هنا، الجو ممطر سك زي الناس. نبي نروح الفندق. شو الفندق اللي بنروح؟ سوي لك انا ومحمد مساء. طبعا معنا واحد لحس سواق كل شوي يدينا فندق، ودانا اول شيء فندق عيال كانه اخيس شيء في العالم، ابو الصوارير اسمه، سميته ابو الصوارير. جينا هذا يعني كان دريت ربي هيك وبنروح الحين فندق ثاني انا اللي مختاره، اما نروح هناك نصور لكم تشوفون. قلبك خلي ظني بك مك الخايب ونجم تطلع علي لا تقوى والنايم تدعي قلبك خلي ظني بك مك الخايب انت تتغلى علي. شفا كيف سيدي محمد؟ ها؟ اي والله ماك يا اخي ربعت الفلة. اليوم نبي نتعشى بماك يا عيال. ماك يا هلي مشتاق للصاحب الغالي، يا هلي مشتاق للصاحب الغالي، غايب عني ومشتاق لعيونه، غايب عني ومشتاق لعيونه، دايم بقلبي وهو دايم على بالي، ساكن بقلبي وهو دايم على بالي، وحبيبي وجع لي يومي قبل يومه، وحبيبي وجع لي يومي قبل يومه.
هذا تشوف اللي جنبك اللي جنبك يشوفونك. هذا العيال يعني. ما ادري اسال اقول له ذا وشو بيت ولا وين جوالك؟ بس لا بس انا كل في الكل عنده جوال السعودي وين؟ وين عندك؟ اعطيك اياه عم تكلمه. ما اعطيني ايش؟ معك جوال ثاني؟ معك جوال ثاني؟ الا ما اعطيك اياه عم تكلمه يا اخوي. لا لا اكتشاف حطيته عندي اخوي. لا يا حبيبي حطيته قدامك على الطاوله. ها؟ ايوه عندك الخايس عندك الخايس. مين اخر مين اخر واحد صور السكس صور السكس شيل ماي. What is your cast? مين آخر واحد؟ أنا last word I tell them what is your cast? مين last الحين ما تحسون بس إحنا نازلين على تحت. هو last with us calling. Hey. Goodbye. هو أبوك هو تمثيل. مين؟ هذا. أصلاً أنا قبل شوي قاعد أطالع أخبار ما في شيء. تأكدت إن في أحد لاش قمع. وين بيروح ذا؟ احنا طبعا الحين طالعين من الهوتيل الخايس هذا فندق. شوف اللبي تقدر تنقز يفتح الباب اللبي حقه حلو والمنظر الفيو حقه حلو بس الفندق نفسه خدماته سيئه ما في اي خدمات في الحياه. نطلع الحين نرجع لفندقنا الاول لانه سبيرفكت ما في زيه بصراحه ممبي. ما في كويس هذا ما في كويس. ماريوت نمبر 1 دينش. السلام عليكم. وعليكم السلام. Why this is not good? Service is not good. كلم عربي. عشان هذا بعيد. أيوة. محمد بكرة.
تنط صور هناك صور هناك ما ادري هو ممنوع ولا لا هلا ها جوازات شاطئ الكاميرا ما عليها يا اخوي الكاميرا ما عليها هذا هي قلت لهم انتم بنطلع تسوي تشيك اوت ايوه يلا